واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. القصة الثانية التي رواها سعيد بن جبير، وهي أصح إسنادا من هذه القصة وأصح متنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عند الكعبة، وكان عمر يطوف في الكعبة والنبي يصلي، فوقف عمر فسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقرأ القرآن. عمر قال في نفسه إن هذا القول كهانة، أو قال إن هذا القول شعر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال عمر قال إذن هو كاهن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يقول عمر فوقع الإسلام في قلبي، حتى أتم النبي السورة كلها ذهب عمر إلى النبي وأظهر إسلامه. هذه القصة مقبولة من حيث المتن ومقبولة من حيث الإسناد، وتشبهها تماما قصة إسلام جبير بن مطعم. كذلك كان النبي يقرأ عند الكعبة، فسمع جبير النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، يقول حتى وصل عند قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا، سورة الطور عفوا، فقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول فكاد قلبي أن ينخلع، أي من مكانه، وأسلم لما فكان القرآن يؤثر في الناس. المهم أن عمر أسلم، وهذا الذي يهمنا. ولما أسلم عمر قال ابن مسعود مقولته تلك ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نعم، أعز الله المسلمين بإسلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وفي رواية بأحب الرجلين إليك، عمر ابن الخطاب أو عمرو ابن هشام الذي هو أبو جهل. فكان أن اختار الله تبارك وتعالى عمر ابن الخطاب وأعز الله الإسلام بعمر. عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء في فضله أحاديث كثيرة، وقبل أن نتكلم عن فضله وعن الأحاديث التي وردت في ذلك نتكلم عن هجرة عمر. عمر رضي الله عنه كما قلنا تأخر إسلامه، فلما أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الدعوة إلى الهجرة هاجر. طبعا فاته هجرة الحبشة الأولى، وفاتته كذلك هجرة الحبشة الثانية لتأخر إسلامه، ولكن لم تفته هجرة المدينة. فهاجر إلى المدينة قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هاجر إلى المدينة، وتميزت هجرته دون غيره أنه هاجر جهارا، لم يختفي، وإنما جهر بهجرته. واشتهر عنه أنه قال من أراد أن يتم أولاده أو أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، فتركه أهل مكة وهاجر إلى طيبة إلى المدينة المنورة. عمر بن الخطاب جاء في فضله نصوص كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن من أمتي فعمر، أي عمر يكون محدثا، عمر يكون محدثا، وهذا سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي قضية الإلهام في حياة عمر. كان عمر ملهما، وهذا سنأتيه في وقته إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم محدث فإن يكن في أمتي فعمر، أي يكون عمر حائزا على هذه الصفة ألا وهي أنه يكون محدثا. كذلك جاء في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان عنده عائشة وبعض الجواري من زميلاتها والجاريات، فكنا يلعبنا مع عائشة، فجاء عمر فخفنه، فلما جاء عمر هربنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر أي عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول موجود ما تهبنا وتهبنني أنا أي عدوات أنفسكن، فقلنا له إنك أشد وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أعطي هيبة لكن لين ورقة وسماحة صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقالوا أنت أفظ وأغلظ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيهن يا عمر، وفي رواية إيهن يا ابن الخطاب، والله ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يسلك فجا غير فج عمر، يخاف من عمر. قد يقول قال طيب ألا يخاف الشيطان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى يخاف، ولكن القصد أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الميزة لعمر كما جعل ميزات لباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمر بالنسبة للأنبياء. فالقصد أن تميز الإنسان بشيء لا يعني أبدا أنه متميز في كل شيء. فالقصد أن من فضل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم كذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا على أحد، فاهتز أي جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضربه برجله أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان هما عمر وعثمان. وجاء في حديث آخر أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وكانوا كذلك كما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت أني دخلت الجنة فرأيت قصرا فأعجبني، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من أمة محمد، أو قيل له لرجل من العرب، قال فأنا من العرب. قالوا هو لرجل من أمة محمد، قال فأنا محمد. قالوا لرجل من قريش، قال أنا من قريش. قالوا لعمر بن الخطاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمررت بالقصر فرأيت جارية تتوضأ فلم أدخل. لماذا لم يدخل صلوات الرسول؟ قال تذكرت غيرتك، يقول لعمر تذكرت غيرتك. فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله. نعم، هذه بعض فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما قصدنا أبدا في حديثنا هذا ولا فيما سبق ولا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى أن نحصي جميع الفضائل، وإنما هذه مقدمات للدخول في خلافة عمر وسماع التاريخ الصحيح والدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه وذكر الشبهات وردها، هذا الذي قصدنا إليه. ولذلك نكتفي بهذه الفضائل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ونأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم.